كرونيك بين. كرونيك بين مش مشكلة سهلة، هي مشكلة تشالنج صعب حلها لعدد من الأسباب. أول حاجة إن بيحصل لي سنسيتيزيشن للنيرفس سيستم، بزود إني بريسبيتيتنج زي في حالات الهايبوماليجيا في الكرونيك. تاني حاجة الميكانيزم بتاع الكرونيك بين صعب تحديد، difficult to determine. تالت حاجة نوع البيشنت اللي بنتعامل معاه، ده بيشنت عنده ألم مزمن لفترات طويلة، بالتالي بيكون emotionally disturbed. ازاي نعمل لي management للبيشنت ده؟ عندنا management approach او حاجة traditional approach، ان احنا بندور على organic pathology ونحاول نعالج، ودي غالبا بتفشل بتكون unhelpful. نيجي بعدها الجديد اللي هو multidisciplinary approach، ان عدد من التخصصات بيدخلوا مع بعض في حل مشكلة الألم المزمن ده، ودي بتكون helpful but still uncommon. ايه اللي بيحصل لي في المالتي ديسيبلينيري ابروتش؟ اول حاجه ان احنا بنعمل ايفالويشن للبيشنت، طريق الهيستوري بنعمل ايفالويشن للكوزز والاكسيربيتنج فاكتورز، زي ان احنا بندور على الديزيز وما لسه ما اتعالجش زي في حالات الارثرايتس والكانسر. ثاني حاجه ان احنا بنشوف السكندري بيربيتويتنج فاكتورز. ايه هي البيربيتويتنج فاكتورز؟ ان البيشنت كان عنده ديزيز والديزيز دوت سبب له مشكله، ما الديزيز خف بس المشكله كملت معاه، زي البينفول ريفليكس ماسل سبيس او حالات بعد هربس زوستر. ثالث حاجه السايكولوجيكال فاكتورز، وديت اهم، لان معظم البيشنت تزود زي ما قلنا ان هم بيكون سايكولوجيكال ان ستيبل وعندهم ديبريشن. مشكله الديبريشن ديت مش سهله بس تريتابل في ريسكي، لان هي بوتنشال وكمان جدا في عينات عيانين الكرونيك، وبالتالي في الهيستوري تيكنج لازم نعمل سيرفي للبيشنت ده، نسألهم عن الموت والأبيتايت والسليب باتر والديلي أكتيفيتي. ايه هي الكلوز اللي بتوجهني ان في سايكولوجيكال إيلمنتس في البين ده؟ اول حاجة ان السايد بتاعه بيكون مالتيبل وان ريليتد، ان الباترن بتاعه بيكون ريكورنت بات سيبريت، ان البين بيستارت مع ايموشنال تروما او سايكولوجيكال تروما. كده بالهيستوري عملنا ايفالويشن للبيشنت. ازاي نعمل له اكزامينيشن؟ احنا بنبص على الميكانيكال كومبوننت والنيوروباثيك كومبوننت والسيمباثيك انفولفمنت. اول حاجه الميكانيكال كومبوننت في البالبيشن هنشوف لو في كوردنج تندرنس او البيشنت بياخد وضع معين او بيتجنب حركه معينه عشان يمنع الالم ده، لان المايوفيشال بين از فيري كومن ومن اشهر اسباب الكرونيك بين، وبالتالي بتديب بالبيشن هنلاقي تحت ايدينا المصل، هنلاقي فيه تريجر بوينتس وهنلاقي فيه نوتس في المصل وفيرم بينز، ولو دهنا عليها مثلا لوكال انستيزيا هيحصل لي ريليف في البين. نيوروباثيك كومبوننت لو فيه سنسوري مثلا امبيرمنت او سنسيتايزيشن، ولو لقينا فيه ويكنس مثلا او اتروفي في المصل او لوس في الديب تندون ريفلكس، يبقى فيه عندنا نيوروباثيك كومبوننت. اتكلمنا عن النيوروباثيك فين قبل كده، هسيب لكم لينك. تاني حاجة السمباثيتك انفولفمنت، الساينس اوف انفلاميشن سويلنج هوتنس ريدنس تندرنس، ولو ادينا سمباثيتك بلوك هيحصل لي ريليف. اخر حاجة ازاي بنعمل تريتمنت، العيان دوت عنده ألم مزمن لفترات طويلة بالتالي مش هيصحى تاني يوم الصبح يخف، يبقى لازم نحدد رياليستيك فانكشنال جولز، زي ما قلنا ان هو كذا تخصص بيدخل مالتي ديسيبلينري ابروتش. الجولز بتاعتنا ان البيشنت يرجع يعيش حياته الطبيعية، يبقى مثلا عنده good night sleep، يرجع مثلا يرجع يروح الشوبينج، يقدر يرجع يروح شغله تاني. المالتي ديسيبلينيري ابروتش زي ما قلنا ياخد medications، يبقى psychological counseling physical therapy nerve block وsurgery لو البيشنت احتاج. بنبدأ الاتنين مع بعض، الصوماتيك والسايكولوجيكال treatment نبدأهم مع بعض لانه بيحسن لي البيشنت compliance. في اخر حاجه عندنا اسمها المينيمال انفيزيف بروسيدجرز مع الانتراكتبل بين، البين اللي هو الصعب في حل. في عندنا حاجه بيعملها دكتور العلاج الطبيعي اتكلمنا عليها في الاوبيويد روت اوف ادمنستريشنز، الابيدورال انجكشنز او الامبلانتيشنز اوف انتراثيكال دراج ديليفري سيستم. دكتور العلاج الطبيعي بيستخدم لي الراديو فريكوانسي او ان هو يحط لي الكترودز على البريفرال نيرف او نيرف روتس او الدورسال كولوم اوف السباينال كورد.